Coucou. Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire des pâtes. Une recette très facile et délicieuse et avec un peu d'ingrédients. Aujourd'hui, je vais vous montrer les pâtes, les macarons. La pâte fraîche pour 3 personnes. On commence. Là, j'ai un blanc de poulet coupé en petits morceaux comme ça. Là, j'ai des légumes, j'ai des petits pois, des carottes, 2 gousses d'ail, un oignon rouge, une tomate, la moitié d'une courgette et deux poivrons, pas fort, hein. C'est petit, mais c'est pas fort. On commence. On a un peu d'huile d'olive, un peu de beurre. On commence par le poulet, le blanc de poulet. On va aller chouiller un peu de zeste. On dira la nappe fort comme ça, mais que je le mette au départ. خلوه يتقلى بعد ما تقلى الدجاج تاعنا environ 5 minutes, نزيدو له الخضر. نزيدو له البصل والطماطيش والقرعة كورجيت les carottes et les petits pois. Je vais les mettre à l'air, mais ma barre. Un petit conseil, les bénéfices, les nouvelles meilleures pour se cuisiner bien. باش تجيكم الماكلة تاعكم بنينة خليوها تتقلى مليح مليح على نار هادفة، تتقلى سوا لحم ولا خضرة ولا نورمالمون هذه لي بات انا ما نديرش فيها ني دجاج ني لحم، وتجي تجي بلا لحم وتجي بنينة، الوغ باللحم تجي اونكوغ ميو. زيد نحط لها 2 سنينات ثوم نخليها تتقلى من بعد هاد الفليفلات الصغار نقطعهم مربعات صغيرة ونديرهم مع الخضرة وتي نضيفو الفلفلة تاعنا البوابون ونجيو دوكا لي زيبيس les épices. Anna, le sel. Anna, le poivre. Anna, le paprika.
un bina, des épices endo, de chouïa. Zichuyaps para yepsa. On va passer à l'un. Rubina. Le piment doux. Mais un chouïaha. On dit ma chouïa. Alors, ce n'aura pas de piment. C'est moi. Voilà, comme les rats. Il y a cette belle là avec le khadra, le basla, le filfil. Le khadra, c'est là. On a à peu près une cuillère et demie de purée de tomate. Vous avez ça, vous pouvez dérober à n'importe quelle pâte. C'est pas obligé, la pâte presse. في هذه اللحظه اذا كانت عندكم لاباط تاعكم انا لاباط تاعي فريش ما نديرهاش دركا حتى نطيب لي الخضره نص طياب ومن بعد نديرها طوماتي كويسون. اذا كان عندكم مثلا لاباط سيش ديروها ديريكتومون دركا مع الماء ديروا الماء وديروها وتغطيو عليها وتنقصوا لها النار تنقصوا لها الفرن تاعكم على نار هادئه تخليوها طيب وتنزوطو وتطلعوا عليها سي نورمال. انا نخليها طيب حتى نشوف الخضره تاعي نص خطابه نص طياب ونلوح لها كسه لاباط. انا رجعت لكم بون بعد ما طابت الخضره تاعي نص طياب هنا نحط لها لاباط تاعي. نحركها شوية هكا إذا شتوها خاصتها العسل زيدوا لها شوية تاع الماء بصح ما تكثرولهاش بزاف. أنا هذه لاباط تطيب بالخف 5 مينوت تطيب ما تطولش. نغلق عليها دركا نقص لها شوية لابلاك ونخليها تطيب في عرضها سينو نبدلها الاخرى صغيرة سي ميو. فوالا نبدلها هنا هذه صغيرة سي ميو هكا نخليها تكمل الطياب تاعها. شوفوا 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 لي بات تاعي كي راهي تكتب شوفوا فرانشمون سا سون سوبر بون. فوالا اروع الرائحه اللي تخرج منها ما شاء الله ما شاء الله. انا هنا نطفي عليها فا سي بون نطفي عليها ونخليها تريح واحد 10 مينيت ومن بعد نسربيها نوريها لكم. وإذا عندكم رز فلفل حار في الدار متوفر أنا اليوم مش متوفر عندي تحطوا فيها وتغلقوا عليها المرميطة تاعكم كي تحلوها كي تضربها هذيك الريحة تاع الفلفل ما شاء الله. كوكو البنات أنا رجعت لكم أتمنى إن شاء الله شفتوا لا فيديو تاعي واللي أول مرة تشوف لا غوسيت تحط لي جيم وتشترك في القناة وتبارتاجي مع صحاباتها ومع أحبابها ومع فاميلتها.
كوم سا تعمل الفائدة للجميع. الكنبة تاعي راهي وجدت، ساهي راهي ريحت، نجوزو نسربوها. بسم الله. انا خليتها قبل شويه بلا صوص باش تشرب مليح. دركا شوفوا كيفاش راهي، شوفوا البنات، شوف ما شاء الله، شوف الله يبارك، والريحه تاعها عاد اللي يجي من اللي فيها، والدجاج اللي مانيفيك اللي ديليسيو. مازال ما دقتهاش، مي باينه بنينه. دوك ندوقها قدامكم ونقول لكم والله ما والله ما نكذب، ونقول لكم الصح. فوالا، ديري معاها اون بتيت سالاد. فوالا، بسم الله. لا غير بنينه، جات شويه مخصوصه ملح، مي والله غير بنينه ما شاء الله، بارك الله فيا. بون، نشكركم بزاف، يعطيكم الصحه على المتابعه، ولا بروشان فيديو ان شاء الله مع ريسات واحده اخرى. نشوفوا واش نديرو، سوا غاتو قولوا لي في لي كومونتير، نديرو غاتو ولا نديرو ان روبا ولا نديرو، قولوا لي في لي كومونتير واش حبيتو، وراني تحت امركم. بارك الله فيكم والى اللقاء.